السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين، وإن شاء الله اليوم في الفيديو راح نديرو مادة اللغة الفرنسية وبالتحديد لانغ فرونسيز. راح نشوفو بروديكسيون إكريت على عيد الفطر، معناتها وضعية إدماجية على عيد الفطر. يلا نشوفو مثلا إذا قالونا في لابروديكسيون إكريت تاعنا أو فرونسي دير لي وضعية إدماجية على عيد الفطر، كيفاش نقدرو نعبرو ولا ما هي الأفكار اللي لازم نحط لهم باش ندو العلامة الكاملة في الوضعية الإدماجية. يلا نبداو مع بعض. نقدرو نديرو عنوان عيد الفطر، معناتها عيد الفطر، مفهوم؟ هذه تجي مليحة. نبداو سي لا في دو ليد الفطر، معناتها هي ايام تفصلنا عن عيد الفطر، معناتها ما بقاش بزاف، يوم يوما. ما غران مير اي ما مير بريبار لي غاتو، معناتها امي وجدتي. غران مير معناتها جدتي، اي ما مير معناتها امي. بريبار لي غاتو معناتها بداو يحضروا في الحلويات. موا معناتها انا، جو لي ريغارد اي جو لي زيد، معناتها انا انظر اليهم واساعدهم، معناتها نساعدهم اذا طلبوا مني مساعده. ما سور امل، مثلا انتم كتبوا لا سور تاعكم ولا ما سور فقط، اللي هي اختي. ديكور لو سالون، معناتها بدات تزين في غرفه الجلوس. افيك دي بالون اي دي فلور ملتي كولور، معناتها بدات تزين غرفه الجلوس ببالونات، معناتها النبولات، وكذلك ب كيما حنا نقولوا الازهار المتعدده الالوان، معناتها الوانها مختلفه. افون دو دورمير، معناتها قبل ما نرقد. ما غرومير نومي ليني، معناتها الجده تاعي قبل ما نرقد دارت لنا الحنه، مفهوم؟ لو جور دو ليد، معناتها اليوم تاع العيد. نو بارتون تري تو ا لا موسكي، معناتها نروحو بزاف بكري الى الجامع، معناتها المسجد. بور فير لا بريير دو ليد، باش نديرو صلاه العيد ولا باش نادو صلاه العيد. اونسويت، معناتها بعد ذلك، توت لا فامي سيرون شي مي تانت اي مي زونكل، معناتها كل العائله تذهب الى خالاتي اعمامي اخوالي، يعني العائله كلها تجتمع، معناتها نروحوا للعائله الكبيره. بور لور سويتي اون بون فيت، معناتها نروحوا نغافروا للعائلات تاعنا باش نتمنوا لهم عيد مبارك. لي رو سون تانيمي، معناتها الشوارع تولي حيويه جدا ومليئه. تو الموند اي اورو، معناتها ونشوف باللي الجميع راهو سعيد سواء صغير ولا كبير. كيل مانيفيك جورني، يا له من يوم رائع، معناتها هذه هي التحضيرات تاع العيد كحنا مسلمين نقوم بها، معناتها قبل من ايام العيد، يعني الايام الاخيره من شهر رمضان المبارك نبداو نحضروا العيد تاعنا. الامهات تاعنا يبداو يوجدوا في الحلويات، لي بارون تاعنا كذلك يروحوا لصلاه العيد، كذلك نبداو نزينوا في المنزل تاعنا ولا عفوا لو جور دو ليد، معناتها اليوم الاول تاع العيد نبداو نلبسو وكيما حنا نقولوا نروحوا للعائلات ونغافروا. اذا ابنائي هذا واش لازم نحطو لهم اذا قالوا لنا ديروا برودكسيون اكريت على عيد الفطر، مفهوم؟ هذه حذاري عيد الفطر، ما قلناش عيد الاضحى، باسكو عيد الاضحى تولي عفايس واحد اخرين، معناتها نديروا اشياء اخرى ولا ديزاكتيفيتي واحد اخرين، مفهوم؟ اذا هذا بالنسبه للفيديو تاعنا اليوم. ابنائي اذا حبيتوا اي وضعيات ادماجيه نحطها خلوها لي في التعليقات وان شاء الله اجيب عليها في اقرب وقت ممكن، وكما نقول لكم كالعاده بالتوفيق ان شاء الله.